الأعزاء، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم موال من بلدي. يحتفل العالم أجمع في هذه الأيام ببداية عام جديد بعد أن رحل العام الماضي بكل نجاحاته بكل إحباطاته، ونحن مقبلون على سنة جديدة نبحث عن البهجة، عن الحياة، عن معنى الفن، عن معنى وجودنا الإنساني، ونحلم بأشياء كثيرة نتمنى أن تتحقق في العام الجديد. في هذه الحلقة من موال من بلدي نقيم معا هذه الاحتفالية بوداع عام رحل وببداية عام جديد مع الفنان الكبير العازف الأورج الشهير والموزع الموسيقي الأستاذ طارق بهاء. أهلا بك، أهلا وسهلا، نورنا النهاردة. كل عام وانت كل سنة وانت طيب إن شاء الله. وانتم بخير يا فندم. مشاهدينا معنا أيضا صاحب الصوت الذهبي المطرب المتألق الأستاذ محمد علي. أهلا بك. أهلا وسهلا. كل سنة وانت طيب. طيب. أريد أن أبدأ الحلقة بعزف بأغنية جميلة نبدأ بها لقاء. ما تقولي واخدني ورايح فين يا ناسيني بسحر عنك الاتنين، ما تقولي واخدني ورايح فين على جرح جديد ولا التنهيد ولا فرح موديني، احتر كده ليه واستغرب ليه ولا الله. على مدار عام استعرضنا معكم الكثير من الألحان الشعبية ومن رموز الفن، ولكن هناك بلا شك فرق ما بين التلحين والتوزيع. أستاذ طارق، يعني إيه الفرق بين اللحن الملحن والموزع؟ الملحن شخص عادي طبعا زي اللي بيكتب الكلمات زي الموزع، إنما الفرق بين التلحين والتوزيع، التلحين بيختار يعني بيسمع الكلام الكلمات المكتوبة وبيقراها، بيختار لحن مناسب متميز، بيختار في أماكن التطويل في الجمل وأماكن السكون في الجملة. بعد كده بيجي دور الموزع بقى أنه هو بيختار الآلات الموسيقية، ده بالنسبة للتلحين. التوزيع هيبتدي الموزع بقى يختار الآلات الموسيقية اللي تناسب اللحن، يعني اتفقنا أن الملحن هيحط جمل موسيقية تناسب الكلمات سواء عاطفية سواء حزينة سواء رومانسي،
احيانا التوزيع يضيف للالحان، يقوي من اللحن، واحيانا اخرى اعاده التوزيع نفسها ممكن تاثر كمان يعني. طبعا طبعا بالذات ان في الوقت اللي احنا فيه يعني تقريبا الموزع بقى عليه عامل كبير اكبر من الملحن كمان، لان الالات الموسيقيه الحديثه زي الاورج دلوقتي، ان دلوقتي بقى في كل الالات. اه طبعا انا بشهد لكل الالات، كل اله على حده طبعا، كمان والعود والقانون والالات كلها، انما دلوقتي الاورج موجود جواه كل الالات. فالموزع دلوقتي بيختار الاله المناسبه للاغنيه، سواء حزينه سواء اغنيه مفرحه رومانسي كلاسيك. تمام، جميل جدا. محمد علي، انت طالب بكليه العلوم ومع ذلك اتجهت الى الغناء والفن، هل هي موهبه مثلا متدفقه مغامره لم تستطع ايقافها، ولا انت سرحت معها وبقالك احلام في الفن؟ ولم استطع ايقافها بصراحه، لان الموهبه طبعا يعني الواحد غصب عنه لازم ان هو لما انا اصلا كنت بغني من وانا صغير طبعا، فانا حابب الغناء قبل ما ادخل الكليه اصلا. جميل. هو التنسيق بقى اللي دخلنا الكليه، فانا اصلا حابب الغناء وحابب ان انا اغني وحابب ان انا اطور من موهبتي وحابب ان انا اوصل للناس صوتي والناس تسمعني. يمكن جزء من تميزك انك حبيت الاغاني الشعبيه كمان تحديدا، ليه الاغاني الشعبيه؟ الاغاني الشعبيه هي سر الفرحه عند المصريين عامه، وان لما بشوف زمان الناس اللي هم كانوا بيغنوا شعب المطربين الشعبيين كان ناس تقيله قوي يعني، زي كريم محمود وشفيقة وعدوية والناس دي، فأنا بحب الناس دي جدا يعني. حظنا جميل أن معنا الأورج ومعنا الفنان الكبير الأستاذ طارق بهاء، ممكن نستمع إلى لحن من الألحان الشعبية أو لكارب محمود أو لما شئت. تحت أمرك استدرى يا سمرا يا سمرا. سمرا يا سمرا محمود، أمان عليك. سمرا يا سمرا. سمرا يا سمرا. سمرا يا سمرا مرة في مرة شغلني هواكي، دمي تخف وتاجي العفة، شبكني معاكي شبكني معاكي. سمرا يا سمرا حلوة يا سمرا يا سمرا يا سمرا. سمرا يا حلوة يا لحن يا غنوة يا أحلى راني، سحر الحاجب ده بيتعاجب عالحلوين. سمرا يا حلوة يا لحن يا غنوة يا أحلى راني، سحر الحاجب ده بيتعاجب عالحلوين. شفتوا بقيت من نار يا سمرة، تايه كده مش داري يا سمرة، شفته بقيت من نار يا سمرة، تايه كده مش داري يا سمرة، وانت الكاس وشفايفك خمرة يا سمرة يا سمرة، حلوة يا سمرة يا سمرة يا سمرة، سمرة يا سمرة مرة شغلني هواكي، دمي خفة وتادي العفة، شبكني معاكي شبكني معاكي. سمرة يا سمرة حلوة يا سمرة يا سمرة يا سمرة. الله، حضرتك اثناء العزف لاحظنا علاقتك بالاورج انها علاقه خاصه جدا، قد تكون صداقه مثلا او علاقه معرفه طويله. الاورج تحديدا سر تميزه عن كافه الالات الاخرى وتحديدا الالات الشعبيه، يعني هو بيجيب اصوات الكمانجه وبيجيب غيرها. هو كان في الاول طبعا في البدايه كنت بلعب بيانو وانا صغير، وفي المدرسه ابتديت اتدرب بقى في ان انا العب اكورديون في المدرسه في طابور الصباح طبعا زي كل الاطفال اللي هو او الاولاد اللي كانوا بيلعبوا في المدارس، ان
مهم جدا ان احنا نعمل طابور الصباح وان احنا نشاط مدرسي وكده. نشاط مدرسي تمام. خلاص حبيت بقى الاله وابتديت اعشقها وخلاص دي بالنسبه لي ابني حبيبي وخلاص وكل ده بعد ساعات بنام وانا واخده في حضني. جميل جميل. بيختلف حضرتك في ايه عن الالات الاخرى عن البيانو مثلا يعني؟ البيانو اله غربي انما دلوقتي الاورج مش اله غربي. الاورج بقى اله شرقي وبقى يتضم كل الالات يعني يقدر يجيب مثلا السمسميه الربابه كل حاجه اي اله نقدر نسامبلها نحطها في الأورج وخلاص هي الآلة نفسها خدنا صوتها حطيناها جوه الأورج طلع نفس الصوت. جميل. في بداية وزي ما حضرتك سمع كده ممكن نستعين بالإيقاعات سواء درامز سواء طبال سواء بيلعب رق كل ده بقى موجود جوه. هايل. حضرتك في السنة الجديدة إن شاء الله محمد أحلامك أن تستمر في دراسة العلوم أم تخلص للغناء وتتفرغ له؟ يعني تخيلك عن المستقبل الجاي إن شاء الله. وعامه هستمر في الاثنين يعني لان الكليه طبعا ده شيء اساسي يعني طبعا الاهل لازم كليتك بس طبعا مش هسيب الغنى طبعا وهبدا هتدرب واطور من نفسي وابقى حاجه كبيره عشان واقدم اغاني جديده برضو لنفسي وكده. ان شاء الله الاثنين هستمر. احنا النهارده بنستعيد مع بعض ذكريات عام مضى. يمكن شرفتونا بالاستماع لعمل من اعمال كارم محمود. في حلقات سابقه تحدثنا عن فنانين كبار عن خضره محمد خضره عن محمد رشدي عن محمد انديل ومحمد رشدي تحديدا تم الربط بينه وبين علاقته بالفنان محمد عبد الوهاب لان محمد عبد الوهاب اشاد بصوت محمد رشدي الفنان الكبير محمد عبد الوهاب. يعني انتم عزفتم اشياء له قدمتوا له بعض الاعمال؟ طبعا طبعا ليه باع طويل طبعا الدكتور محمد عبد الوهاب مايسترو الكبير رحمه الله عليه ونقدر نسمعك حاجه ليه كويس يا ريت لو سمحت يبقى جميل جدا اتفضل. أصابك عشق أمر ميت بأسهمي فما هذه إلا سجية مرمي ألا فاسقيني كاسات ونومي بذكر سليمة والكمان ونومي مضناك جذاه مرقده وبكاه ورح معوده مضناك جفاه مرقده وبكاه ورح معوده حيران القلب معذبه مكروه الجفن مساهم يستهوي الورق تأوه ويذيب الصخرة نهوده يستهوي الورق تأوه ويذيب الصخرة نهوده ويناجي النجم ويتعبه ويقيم الليل ويقعده الحسن حلفت بيوسفه والسورة أنك مفرده وتمنت كل مقطعة يدها لو تبعث تشهد. لا لا جحدت عيناك زكي دمي أكذلك خدك يجحد قد عز شهودي
زرعت فأشرت لخدك أشهد كحدت عيناك زكي دامي أكذلك خدك يجحد قد عز شهودي إذ رأت فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبين كمالا يقدر واش يفسدهما بال العازل يفتح لي باب السلوان وأوسده ويقول تكاد تجن به فأقول وأوشك أعبد مولاي وروحي في يده أضيعها سلمت يده مولاي وروحي في يده قد ضيعها سلمت يده نفوس القلب يدك له وحنايا الأضلع معبده. الله الله أحسنتم الحقيقة. الفنان محمد عبد الوهاب كان يغني ذلك في احتفاليات أيضا مع أمير الشعراء أحمد شوقي ليلة رأس السنة في مصر طول عمرها لها طابع خاص. حضرتك ذكرياتك مع رأس السنة شكل الاحتفالات قديما واليوم بعد ظروف الجائحة التي مرت بها الكون يعني مر بها الكون بصراحة الموسيقيين يعني إن شاء الله ربنا يرفع الوباء والبلاء إن شاء الله ده هيعدي خلاص بأمر الله إن شاء الله. بس طبعا حال الموسيقيين في الفترة بتاعت كورونا دي اتغيرت خالص وأنا بصراحة بحب أبعت صوتي للست النقيب هاني شاكر أقول له لازم تبص تشوف الموسيقيين دكتور ناس عبد الدايم وزارة الثقافة رئيس مجلس الوزراء لازم دي ده شعبة كبيرة من الشعب المصري الناس موسيقيين لازم نبص نشوفهم الناس دي من أول كورونا لغاية دلوقتي الناس دول خلاص معدومين يعني. حضرتك أغنية من الأغاني اللي بتحبها اللي بتمثل تلك المرحلة واهتميت بعزفها؟ أنا بحب حاجات كتير قوي بس يعني على الأخص عبد الحليم بحب له حاجات كده بسمعها في رأس السنة والجو ده رائع. خلينا نستمع لحاجة أخرى جزء آخر اتمنى عليك Thank you.
مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة نشكر العازف الفنان عازف الأرج والموزع الموسيقي الفنان طارق بهاء، وكذلك نشكر المطرب النجم الصاعد إن شاء الله محمد علي. سعداء بلقائكم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة نشكركم ونلتقي إن شاء الله وحلقة قادمة وموال من بلدي.